يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من سعى 14 مرة؟ هذا غلط، لكن يصح سعيه 7 أشواط والباقي زيادة، الباقي زيادة، 7 الأخرى زيادة لا قيمة لها، وسعيه صحيح، وما زاد فهو تعب عليه بلا فائدة، وهذا نتيجة الجهل. لو أنه سأل من الأول كيف يسعى لسلم من هذا التعب ومن هذا الخطأ.